تسبب المكيفات الهوائية مخاطر على صحة مستعمليه، خاصة الأطفال، سواء كانوا في البيت أو في السيارة، حيث ينصح الأطباء بإبعاد الأطفال وحديثي الولادة عن المكيفات قدر المستطاع لتفادي أمراض عديدة. تفاصيل الموضوع مع هاجر زليلف. مع زيادة استعمال المكيف الهوائي في فترة الحر الشديد، تزداد معه مخاطره الصحية، لا سيما على فئة الأطفال وحديثي الولادة، إذ تستقبل المستشفيات في هذه الفترات عديد الحالات الحرجة للرضع المتعرضين لضربات المكيف الهوائي. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit actuellement? C'est des bébés et des nouveau-nés, tellement ils sont exposés, هذاك المكيفات الهوائية, les climatiseurs, vu la température. Donc, maintenant, on reçoit des cas de bronchiolite, des crises d'asthme, des rhinopharyngites avec une hyperthermie, telle 40, vu l'utilisation de le climatiseur. Pour ça, ce qu'on demande, il faut éviter l'utilisation de ces mukayifat al-hawaiya à une température à 16 à 18 degrés pour des enfants et des bébés à 2 mois, 3 mois, 4 mois. أينما وجد المكيف الهوائي وجدت المخاطر المرافقة له، خاصة على الصغار حتى في السيارات وأثناء السفر. لهذا ينصح الأطباء بتفادي السفر خلال ساعات معينة. الناس كيكونوا مسافرين سواء يدو لورز انفون افيك او باسكو مسافرين بعاد اي ان جينيرال يسافروا هاد بوندون سيت ترانش اورير اي فو ميو الواحد يسافر دو بونور ولا مول العصر. Elle donne des coups de froid, elle donne des laryngites, c'est-à-dire sont étbedelles, et ça peut être dangereux pour l'enfant, parce que le larynx à l'enfant, il est srir, srir, donc bilkhaf, le kan yitnefer, le tfal yqdir ma yitnefesh mlih. ماشي كيما الكبير، لو كي الصوت تاع ان بيبي يتبدل، سا بو تري دونجرو. الاستعمال العقلاني للمكيفات الهوائية أمر لابد منه لكل الفئات العمرية لتفادي التوجه للمستشفيات وبالتالي الوقوع في أمراض تجعل من المكيف نقمة بدل من نعمة.